لو الحكاية فيها إن فيديو. حسن، أنا وصلت رأي الفكر والتعبير. إحنا نزلنا نحضر التحقيقات مع الطلبة اللي تم قبض عليها يوم الخميس 26/16 يناير. من يوم الخميس إحنا بنطلع الطلبة من ساعة ما كنا بنقبض عليهم. روحنا سألنا في قسم الجيزة، روحنا سألنا في مديرية الأمن، سألنا في النيابة، محدش قال لنا مكانهم فين. كل ما يسأل في مكان قلنا مش عارفين الطلبة اللي راحوا فين. عرفنا مكانهم آخر اليوم الساعة 10 بالليل إن هم مش موجودين في قسم الجيزة. لما رحنا عشان نحضر التحقيقات قالوا لنا مفيش تحقيقات النهاردة والنيابة هتحقق معاهم بكرة في محكمة الجيزة. الطلبة ترحلوا الساعة 3 الفجر وراحوا بيتوا في الحجز في محكمة الجيزة. روحنا سألنا عليهم الصبح يوم الجمعة في قسم الجيزة قالوا لنا موجودين جوه. وبعد كده قالوا لنا دول موجودين في نيابة الأمن الدولة في التجمع الخامس. وبعد كده لما رحنا نيابة الأمن الدولة سألنا قالوا لنا مفيش حد هنا، رجعنا عشان في القسم قالوا لنا دول موجودين دلوقتي في المحكمة. على ما وصلنا للطلبة عارف مكانهم كان يوم الجمعة حوالي الساعة 4 العصر. بدأت التحقيقات معاهم الساعة 6 تقريبا. اتهامات متوجهة لهم انضمام لجماعة إرهابية، قتل طالب عمر أسامة، شروع في قتل طالب محمد جابر نصار وآخرين، حيزة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وذخائر تظاهر بدون اخطار وفقا لقانون التظاهر الجديد. التهمات كلها كيدية، مفيش اي احراز في القضية معاهم، طلبة معاهمش ولا اسلحة موجودة ولا احراز مسجلة قضية. خلصت التحقيقات وصدر قرار بحبس الطلبة 15 يوم. تم ترحيل الطلبة لمعسكر كيلو 10:30 معسكر امن مركزي، هو مكان غير معد للاحتجاز قانونا. تجديد الحبس بتاع الطلبة كان يوم الثلاث 28/1، والطلبة ما نزلوش النيابة عشان يتم تجديد حبسهم. وصدر قرار من النيابة بتأجيل تجديد الحبس ليوم الثلاث 4/2. يوم الثلاث 4/2 رحنا نيابة الجيزة عشان نحضر تجديد الحبس مع الطلبة. الطلبة ما نزلوش النيابة برضه للتجديد، والنيابة قررت الانتقال لمعسكر 12:30 وجددت حبسهم هناك في المعسكر. في المعسكر بعد حضور التجديد النيابة راحت الساعة 6 المغرب. التجديد كان اخر اليوم. بعد التجديد، بعد اثبات الدفوع وطلب اغلاق سبيل الطلبه، قررت النيابه برضه استمرار حبس الطلبه 15 يوم. دلوقتي الخطوه الجايه ان احنا نعمل استئناف امر حبس الطلبه دول لنظر امر حبسهم قدام قاضي استئناف، وتقديم ما يثبت ان الطلبه دول كانوا في الجامعه بيمتحنوا، ما لهمش اي علاقه بالجامعات الارهابيه، لا ينتموا لجامعه الاخوان المسلمين، لم يكن اي اعمال تخريبيه في الجامعه. في طلبه منهم مقدمين شهادات كويت في الجامعه، جداول الامتحانات بتاعتهم تثبت ان هم كانوا في الجامعه في وقت الاحداث اللي كانوا بيمتحنوا. وفي طلبه مقدمين شهاداتهم في لجنه الامتحان، هم كانوا جوه لجنه الامتحان بيمتحنوا وتم القبض عليهم. في طالب تم القبض عليه من مستشفى الطلبه، خلص امتحان دخل مستشفى الطلبه كان بيعمل كشف وطلب عليه من جوه المستشفى. وفي محضر في المستشفى ثابت ساعد دخول الطالب المستشفى، ما هو ما كانش في الجامعه وما لم يشارك في الاحداث وبرضه محظوظ مع الطلبه. في طالب تاني اتقبض عليه من قسم شرطه مترو، كان راح يسال على واحد صاحبه اتقبض عليه قسم شرطه مترو في العتبه. لما راح يسال عليه قال له تعالى دخلوه اعملوا محضر معاهم، اتهام كايدي ان هو كان طلبه مشاركين في احداث جامعه القاهره وبرضه محبوس معاه. كل التهمات دي اتهامات كايديه، قبض عشوائي كان بيتم من جوه الجامعه من خارج الجامعه من عند محطه مترو من الجيزه في كل طلبه من العتبه، قبض عشوائي للطلبه كلها. مفيش ولا واحد في صوته دليل اتهام واحد يزيد الدم.